كما الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية للكلية الحربية. التقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما طالب الفريق أول محمد زكي طالب الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية جيلا بعد جيل. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديمية والكليات العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كما التقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما وجه التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما تحملوه من جهد في تربية أبنائهم على تحمل المسؤولية وحب الوطن، مقدما الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة التي تحمل على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات، إيمانا بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية. كما طالب الفريق أول محمد زكي الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، مؤكدا ضرورة مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل. من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن بالأمر اليسير لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الانخراط في الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم في سجلات حب الوطن. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك وتربيه ايديكم، وهم اللي هيبقوا مستقبل البلد ومعاكم وبيكم هيبقوا احسن حاجه. وقوات المسلحه دي تعمل مصنع، بتاخد رجاله وبتطلع اساتذه، وربنا يحمي مصر ويبارك فيكم جميعا من اصغر جندي لسياده الرئيس، وتحيا مصر ضحيا مصر الف مره، ويباركنا فيكم لان انتم ما ضيعتوش تعب. طبعا اضاف له طبعا وجوده في الكليه الحربيه طبعا، ويعني سلوك عسكري جميل بصراحه، حاجه تبهر. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يعني يبارك في جيش مصر وفي الرئيس حضره الرئيس، ربنا يديله الصحه ويبارك فيه. يعني ده اعظم اب شفناه، يعني ربنا يديله الصحه يا فندم، ونشوف دايما يا رب جيش مصر في احسن وابهى الصور يا رب ان شاء الله. انا احب اقول للقوات المسلحه ان انتم بتخرجوا رجال، بيخرج يتخرج راجل، بسم الله ما شاء الله، تدريب ورجوله واداب واخلاق، بسم الله ما شاء الله. يعني فعلا يعني فرق في يعني خلال شهر، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله وشخصيه قويه ومعتز بنفسه وقدوه وحاجه اتشرف بيها وخير لبلده ان شاء الله باذن الله تعالى. بنوجه التحيه والشكر لقواتنا المسلحه ولجيشنا المصري الباسل العظيم على مجهوداته العظيمه وعلى انشاء الشباب القدوه والفتيه العظيمه. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا جيش مصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا بقول ولقد مننا عليك مره اخرى،
ابني من سنتين الكبير اتقبل، وادي زياد اتقبل برضو، والحمد لله ألف حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. ويعني أنا فخورة جدا إن ولادي انضموا للقوات المسلحة الاثنين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا أنا بشكر القوات المسلحة كلها من أول رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أصغر فرد في القوات المسلحة. بحب أقول لهم ربنا يحافظ عليكم يا رب، ويحافظوا على المكانة اللي هم وصلوا لها دي، وربنا يتم عليهم نعمه ويديمها عليهم يا رب إن شاء الله. لا اختلاف، هي فترة قليلة بس كفاية أن أنا دلوقتي شفت راجل أفتخر به حقيقة، يعني بصراحة التزامه دلوقتي غير قبل كده. وبعدين يعني أنا وهو فدا مصر، ودي أقل حاجة، وأنا بفتخر جدا 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 ربنا حقق أمنيتي وأمنيته هو كمان، وأن هو يخدم مصر ويكون فدا مصر زي ما قلت لحضرتك يعني. وشرف لينا يعني بصراحة انضمامه للقوات المسلحة، حاجة فخر في منتهى الفخر طبعا ان ابني يبقى منضم للقوات المسلحة، دي حاجة تشرف اي حد يعني، وما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا وشعور ملوش وصف بصراحة. اقول يا ربنا يحميك يا ابني انت واللي زيك، ويخليكم ويعليكم يا رب، وينصركم وينصرنا على عدينه. ربنا يحفظهم كلهم يا رب، ويرعاهم ويكرمهم يا رب ويجبرهم باذن الله. لا بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر، يعني حاجة تشرف بصراحة يعني، ربنا يبارك فيهم كلهم ويحفظهم يا رب. أنا فخور إن ابني دخل حربية، وبعتز بالحربية لأن كنت نفسي أكون مكانه قبل كده، والحمد لله الحمد لله. وأنا يعني بناشد كل أب إن هو يزرع في ابنه نخوة وحب مصر، وتحيا مصر تحيا مصر.